بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح شابتر 3. شابتر 3 بيحل الهاير اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن والكونستنت كوفيشنت. تعالى كده نفصص العنوان واحده واحده. كلمه اوردينري ديفرنشال ايكويشن معناها معادله تفاضليه تفاضلاتها عاديه، اللي هي واي واي داش واي دبل داش، تمام. كونستنت كوفيشنت يعني الكوفيشنت او المعاملات اللي مكتوبه قدام الواي والواي داش والواي دبل داش دي بتبقى ثوابت، مش فانكشن في الاكس ولا حاجه، بتبقى كونستانت بس ارقام يعني. وبنحل هاير اوردر يعني بنحل الايكويشن اذا كانت سكند اوردر زي ما قلنا في الشابتر اللي فات. سكند اوردر يعني اعلى ديريفاتيف فيها واي دبل داش. ممكن تحل ثيرد اوردر اللي هي واي 3 داش، ممكن تحل فورث اوردر اللي هي واي 4 داش وهكذا. فممكن نحل اي اوردر للايكويشن. طيب الحل هنا هقسمه لجزئين، الجزء الاول هنسميه هوموجينيوس بارت والجزء الثاني هنسميه نون هوموجينيوس بارت. 90% من المسائل اللي هتقابلنا سكند اوردر، اللي هي الصوره العامه بتاعتها A مضروبه في الواي دبل داش بلس B مضروبه في الواي داش بلس C مضروبه في الواي ايكوال الطرف اليمين فانكشن في الاكس. لما تيجي تحلها هتقسم المساله لجزئين، الجزء الاول هحل الهوموجينيوس بارت. يعني ايه الهوموجينيوس بارت؟ يعني اشيل الرايت هاند سايد ده واحط مكانه زيرو، اشيل الاف اوف اكس واحط مكانها زيرو، وترجع ترجع الاف اوف اكس مره ثانيه وتحل النون هوموجينيوس بارت. الهوموجينيوس بارت بنسميه واي اتش، والنون هوموجينيوس بارت بنسميه واي بي اللي بنسميها البارتيكولار سوليوشن، او احيانا في كتب تكتبها واي سي اللي هي الكومبلمنتري سوليوشن. وفي الاخر هنقول الواي جنرال سوليوشن عباره عن واي اتش بلس واي بي. تعالوا بقى نقول كل جزء اللي هو الواي اتش يتحسب ازاي والواي بي يتحسب ازاي. علشان احل هوموجينيوس ايكويشن احنا بنقول بنحط الرايت هاند سايد ايكوال زيرو، يبقى الجنرال ايكويشن او الجنرال فورم بتاعها هيبقى a y دبل داش بلس b y داش بلس c y ايكوال 0. ده الصوره الجنرال. هنقول عليها اكزامبلز بعد شويه، بس خلينا نقول بصفه عامه كده. عشان احلها بحولها لحاجه اسمها الكاركترستيك ايكويشن. الكاركترستيك ايكويشن معناها هتشيل كل y وتحط مكانها m مرفوعه لدرجه التفاضل. يعني y دبل داش اشيلها واحط مكانها m سكوير، y داش اشيلها واحط مكانها m باور 1، واي لوحدها ما فيش عليها ديريفاتيف يبقى ما احطش مكانها حاجه. يبقى انا بنزل الاي زي ما هي، واي دبل داش احط مكانها ام سكوير، انزل البي زي ما هي، واي داش احط مكانها ام، السي تنزل زي ما هي، والواي ما بحطش مكانها حاجه، يعني كانها ام باور زيرو. يعني هاخد الايكويشن اللي طلعت معايا ده، هي دي معادله درجه ثانيه زي اللي كنت بتاخدوها في ثانيه اعدادي زمان. يقول لك هات لها الروتس بتاعتها، تجيب لها الروتس بتاعتها بقى بالكالكوليتور مفيش مشكله، تعمل لها فاكتورايزيشن مفيش مشكله، تحلها بقانون الديسكريميناشن اللي هو قانون المميز مفيش مشكله. المهم ان انت هتطلع لي الروتس من الايكويشن اللي قدامك. يطلع عندك الروتس دي حاله من ثلاثه، لو طلعوا ديفرنت روتس معناها ايه؟ معناها وانت بتحلل كده يطلع الجذور 1 و2 ماينس 1 و3، يعني الجذور مختلفه عن بعضها. يبقى في الحاله دي الواي هوموجينس بتاعتها يبقى شكلها ايه؟ ثابت سي 1 في اي باور ام 1 في اكس بلس سي 2 في اي باور ام 2 في اكس. الام 1 والام 2 دول هم الروتس اللي طلعوا من الحل، والسي 1 وسي 2 دي ثوابت مجهوله ما اعرفهاش، بسيبها زي ما هي كده في المساله. لو حب ان هو يطلبها منك لازم يديلك انيشال كونديشن، واحنا مش هندي انيشال كونديشن ومش عايزين نحسبها اصلا. نروح للحاله الثانيه، لو انا عندي ام 1 بيساوي ام 2 بيساوي ام، يعني الروتس طلعت ريبيتد، يعني وانت بتعمل فاكتورايزيشن طلع الجذرين 2 و2 1 و1 ماينس 1 وماينس 1. ففي الحاله دي بتعمل ايه؟ بقول الواي هوموجينيوس عباره عن ثابت سي 1 في اي باور ام اكس بلس سي 2 في اكس في اي باور ام اكس. ليه ضربت الترم الثاني في اكس؟ عشان لو انا سبتها كده من غير اكس زي الحاله الاولى زي الديفرنت روتس هيبقى هتلاقي الترمين شبه بعض، هيبقى بيسميهم الترمات ديبندنت على بعضها، وانا ما ينفعش اخلي حل ايكويشن ديبندنت، لازم يبقوا اندبندنت. اندبندنت معناها ايه؟ معناها ان الترمات تبقى مختلفه عن بعضها، يبقى انا ضربت الترم الثاني في ايه؟ في اكس. طب بفرض ان انت بتحل معادله درجه ثالثه طلع عندك 3 روتس ريبيتد، ها يبقى الترم الثاني تضربه في اكس، الترم اللي بعده تضربه في اكس سكوير، يعني كل ما الاقي ترم متكرر بقوم ضربه في اكس. الحاله الثالثه ممكن وانت بتعمل فاكتورايزيشن يطلع الروتس بتاعتك كومبلكس، الصوره العامه بتاعتها الفا بلس او ماينس اي بيتا، فاكرين الاي اللي هو كان جذر سالب واحد؟ لو طلع كومبلكس نمبر 3 بلس او ماينس 4 اي 2 بلس او ماينس اي اي حاجه. في الحالة دي جزء الريال هنسميه الفا وجزء الايماجينري هنسميه بيتا، وعوض في الصورة العامة تحت اي باور الفا اكس وافتح كده قوس سي 1 كوزاين بيتا اكس بلس 2 ساين بيتا اكس. بكرر تاني سي 1 وسي 2 دي ثوابت بسيبها في المسألة زي ما هي، ماليش دعوة بيها خالص، تمام كده؟
تعالوا بقى نشوف مثال. بيقول لك solve the differential equation y double dash minus 3 y dash plus 2 y equal 0. equal 0 انا مديها لك homogeneous جاهزة اهي، بس طبعا المسائل اللي بتيجي في الامتحان ما بتجيش homogeneous، ما بتجيبش homogeneous خالص، بس انا اعرفك تحل الهوموجينيوس ازاي. ها هعمل ايه؟ هشيل الواي دبل داش واحط مكانها ام سكوير، وانزل ماينس 3، اشيل الواي داش واحط مكانها ام بلس، الاثنين تنزل زي ما هي، والواي ما بحطش مكانها حاجه. يطلع عندي معادله درجه ثانيه، ام سكوير ماينس 3 ام بلس 2 ايكوال 0. يا تحلها بالكالكوليتور، يا تحلها بقانون المميز، يا تعملها فاكتورايزيشن. احنا المساله دي ينفع تتحلل، هحللها ازاي؟ ام سكوير كانها ام في ام، 2 دي كانها 1 في 2، والاشارتين ياخدوا اشارات ماينس. لو خدت البراكت الاول سويته بالزيرو يطلع الروت الاول بواحد، لو خدت البراكت الثاني سويته بالزيرو يطلع الجذر الثاني باتنين. يبقى الروتس هنا انهي حاله من الثلاثه اللي قلناهم في السلايد اللي فات؟ واحد واتنين، يبقى الروتس مختلفين. يبقى هي اول حاله ديفرنت روتس، هعوض كده سي واحد اي باور الجذر الاول اللي هو ام واحد في اكس بلس سي اتنين في اي باور الجذر الثاني في اكس، يطلع سي واحد اي باور اكس بلس سي اتنين اي باور اتنين اكس. ده الحل، ده كده الحل الهوموجينيوس. تعال نشوف مثال تاني. برضو هنا بيقول لك حل الديفرنشال ايكويشن واي دبل داش ماينس 6 واي داش بلس 9 واي ايكوال 0. ها هحولها للكاركترستيك ايكويشن ازاي؟ شيل الواي دبل داش حط مكانها ام سكوير بورقه وقلم كده وحل انت بايدك. ها ماينس 6، شيل الواي داش حط مكانها ام بلس 9، والواي ما بحطش مكانها حاجه. يطلع معايا ايكويشن من الدرجه الثانيه. ينفع اعمل لها فاكتورايزيشن؟ تسعة دي كأنها تلاتة في تلاتة، وطالما الإشارة الحد الأخير بلس يبقى الإشارتين نفس إشارة الحد الأوسط، يبقى الاتنين ماينس. لو سويت القوسين ده هم بالصفر يطلع الجذر الأول أو الروت الأول بتلاتة والروت التاني بتلاتة. معنى كده إن الروت هنا إيه؟ ريبيتد. طالما ريبيتد يبقى أنا بكتبها عادي خالص زي الطريقة الأولى، بس الترم المتكرر بضربه في إيه؟ في إكس. يقوم يديني سي واحد إي باور تلاتة إكس بلس سي اتنين في إكس في إي باور تلاتة إكس. بكرر تاني، احنا بنضرب في اكس ليه؟ عشان يبقى الترمات عندي اندبندنت على بعضها، ما يبقاش في حاجه اسمها ترمات مكرره في الحل. ماشي يا جماعه، تعال نشوف اكزامبل تالت. برضو المثال ده بيقول لي حل الاوردينري ديفرنشال ايكويشن والطرف اليمين بيساوي زيرو، معناها ان هي هوموجينيوس. زي ما احنا متعودين هشيل الواي دبل داش واحط مكانها ام سكوير، واشيل الواي داش واحط مكانها ام، والواي ما بحطش مكانها حاجه. يطلع عندي معادله من السكند ديجري، اعرف احللها او ما احللهاش ازاي؟ ببص على اخر رقم اللي هو الكونستنت نمبر اللي عندك ده 25. ينفع يبقى كام في كام مجموعهم 8 اللي هو الرقم اللي قدام ام؟ 25 مفيش حاجه كام في كام مجموعهم 8، مفيش، يبقى ما تتحللش. ها لو بنشتغل بقانون الديسكريميشن، القانون المميز اللي احنا كلنا حافظينه، ماينس بي بلس او ماينس جذر بي سكوير ماينس 4 اي سي على 2 اي. مين بقى الاي والبي والسي؟ دي الكوفيشنت بتاعت المعادله اللي فيها ام دي. الاي اللي هو الكوفيشنت بتاع الام سكوير اللي هو 1، البي الكوفيشنت اوف ام اللي هو 8، السي اللي هو الترم اللي مفيش فيه امات اللي هو 25. لما اجي اعوض تطلع ماينس 8 بلس او ماينس جذر ماينس 36. الروت ماينس 36 معناها ايه؟ معناها جذر 36 في جذر ماينس 1، جذر ماينس 1 اللي هي اي. لما اجي اختصرها كده تطلع ماينس 4 بلس او ماينس جذر 36 اللي هي 6 اي تتقسم على 2 تطلع 3 اي. تمام كده؟ يبقى الجذور اللي عندي هنا طلعت ايه؟ كومبلكس اللي هي الحاله الثالثه. الالفا بكام؟ بماينس 4، والبيتا ب 3. عوض بقى في القانون اي باور الفا اكس مضروبه في سي 1 كوزين بيتا اكس بلس سي 2 ساين بيتا اكس. حط مكان الالفا ماينس 4 وحط مكان البيتا 3 بس كده، والسي 1 والسي 2 تفضل في المعادله زي ما هي. ده بالنسبه للهوموجينيوس بارت. زي ما قلت لك المساله في الامتحان مش هتيجي هوموجينيوس خالص، بس الخطوتين اللي احنا قلناهم دول او حل الهوموجينيوس بيبقى خطوه في حل المساله. تعالى بقى نروح للجزء الثاني في المحاضره، ازاي احل نون هوموجينيوس ايكويشن. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الجزء اللي فات في بارت 1 في المحاضره شرحنا ازاي نحل الهوموجينيوس بارت اللي هو بحط الرايت هاند سايد ايكوال 0، يعني بحط الاف اوف اكس ب 0. وانا قلت لك انا في الامتحان مش هجيب ان الطرف اليمين ب 0، بس احنا شرحناها عشان بتبقى خطوه في حل المساله. احنا بقى هنحل النون هوموجينيوس بارت دلوقتي اللي هو انا بحط لك فانكشن في الطرف اليمين. تعالى كده نشرحها على اكزامبل. اكزامبل 4 ده اهو بيقول لك فايند ذا جنرال سوليوشن ومديني ديفرنشال ايكويشن واي دبل داش بلس 4 واي داش ماينس 12 واي ايكوال ماينس 18 اي باور 3 اكس. لما نيجي نحل ايكويشن زي كده، دي بقى المسائل اللي امتحاناتها هتبقى نفس الصوره دي كده.
لما تجيلك ايكويشن وفيها رايت هاند سايد يبقى انت لما تيجي تحل هتقسم الحل لجزئين، مره هتحل الهوموجينيوس بارت تطلع منه الواي هوموجينيوس، ومره تحل النون هوموجينيوس بارت تطلع منه الواي بارتيكولار، وفي الاخر تقول لي الواي جنرال سوليوشن عباره عن ايه، عباره عن واي هوموجينيوس بلس واي بارتيكولار زي ما قلنا قبل كده. طيب هنحل الهوموجينيوس بارت ازاي؟ برضو زي ما عملنا في بارت 1، هتاخد الايكويشن اللي قدامك تحط الطرف اليمين بيساوي 0، يبقى انا عندي واي دبل داش بلس 4 واي داش ماينس 12 واي ايكوال 0، واحولها للكاركترستيك ايكويشن، بشيل الوايات واحط مكانها ام، يبقى ام سكوير بلس 4 ام ماينس 12، الواي مفيش فيها داش فما بحطش مكانها ام، واخد الايكويشن اللي عندي دي اعمل لها فاكتورايزيشن، يطلع انا عندي الروتس 2 وماينس 6، دول ديفرنت روتس جذرين مختلفين، يبقى انا بعوض في الصوره الاولانيه خالص بتاعه الهوموجينيوس اللي هو ثابت في اي باور الجذر الاول في اكس بلس ثابت تاني في اي باور الجذر الثاني في اكس، يبقى انا كده طلعت مين؟ الواي هوموجينيوس. ده الجزء الاول في حل المساله. تعال نروح للجزء الثاني. الجزء الثاني في الحل ان انا هقول له فور نون هوموجينيوس بارت بالنسبه للجزء النون هوموجينيوس. في الجزء النون هوموجينيوس اللي هو الواي بي احنا اللي بنفرضها، بنفرضها ازاي؟ بنفرضها، ركز معايا في الكلمتين دول كويس، بنفرضها على نفس صورة الطرف اليمين في المعادلة اللي هو مديها لك. هو مديني المعادلة ماينس 18 اي باور 3 اكس، يبقى انا بفرض الواي بي على نفس الصورة. يعني ايه على نفس الصورة؟ لما تيجي تقراها كده هتلاقيها كونستانت مضروب في اي باور 3 اكس، يبقى انا هفرض الواي بي ثابت مضروب في اي باور 3 اكس. واحد يقول لي طب هو يعني انا ممكن يقابلني صور ايه؟ انا عندي صور كتير قوي. الجدول اللي على ايدك اليمين ده اهو، او اللي على يمين السلايد ده، فيه كل الحالات اللي ممكن تقابلك. تعال نمسكهم واحده واحده. لو قابلك مثلا اي باور 2 اكس، او 3 اي باور 2 اكس، او 5 اي باور 2 اكس، او اي باور 2 اكس لوحدها، لما اجي افرض الواي بي بفرضه ازاي؟ بفرضه كونستانت مضروب في اي باور 2 اكس، يبقى انا بنزل الاي زي ما هي، والكونستانت اللي قدامها بفرضه كونستانت في الصوره الجنرال اللي هو ايه. طب لو لقيت الطرف اليمين كونستانت لوحده، اي ثابت 5 2 3 اي حاجه، يبقى انا بفرضه كونستانت ان جنرال اللي هو ايه. طب لو لقيت الطرف اليمين اكس، او 1 بلس اكس، او اكس ماينس 1، او اي حاجه، يبقى انا بفرضها بولينوميال من الدرجه الاولى اي اكس بلس بي. يبقى طالما لقيته بولينوميال من الدرجه الاولى افرضه بولينوميال من الدرجه الاولى. طب لو لقيتها اكس مضروبه في الاي، او 1 بلس اكس مضروبه في الاي، يبقى الاي بتنزل زي ما هي، واللي قدامها دي ايه؟ بولينوميال من الدرجه الاولى، يبقى انا بفرضها اي اكس بلس بي. نروح للخانه الرابعه في الجدول، او الخانه الخامسه. لو لقيتها اكس سكوير، او اكس سكوير بلس اكس، او 3 بلس اكس سكوير، او 5 اكس سكوير، اي حاجه فيها اكس سكوير، يبقى انا بفرضها بولينوميال من الدرجه الثانيه في الصوره الجنرال اي اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي. نروح للخانه اللي بعدها. لو لقيتها ساين مثلا ساين 3 اكس، او كوزاين 3 اكس، او ساين 3 اكس بلس كوزاين 3 اكس، اي واحده من التلات حالات دول بفرض الواي بي ثابت اي في كوزاين 3 اكس بلس بي في ساين 3 اكس، يبقى الاي والبي دول الثوابت المجهوله. طيب اذا لقيتها اي باور اكس في ساين 3 اكس مثلا، يبقى الاي باور اكس تنزل زي ما هي، وساين 3 اكس افرض لها الصوره اللي في الخطوه اللي قبلها اللي هو ثابت في كوزاين بلس ثابت في ساين. طب اذا لقيتها ساين سكوير او كوزاين سكوير، ها احنا عارفين قوانين الدبل انجل بتاعت الساين سكوير، نص في واحد ماينس كوزاين 2 اكس، والكوزاين سكوير نص في واحد بلس كوزاين 2 اكس، يبقى لما تيجي تبص للساين سكوير او الكوزاين سكوير يتفكت لايه؟ يتفكت لكونستانت وبعد كده كوزاين 2 اكس. يبقى لما افرض الواي بي بفرضه ازاي؟ بفرضه كونستانت اي بلس الحته بتاعت الكوزاين بفرضها ثابت كوزاين بلس ثابت في ساين. طب لو قابلك ساينش او كوشاين، احنا عارفين ان الساين شب اي باور اكس ماينس اي باور ماينس اكس على 2، والكوشاين هي نفسها بس الاشاره اللي في النص اشاره بلس، يبقى لما تيجي تفرض الساين او الكوشاين افرض الواي بي ازاي؟ هي اتحولت لاي باور اكس واي باور ماينس اكس، واللي قدامها نص يعني كونستانت، يبقى انا بفرضها اي في اي باور اكس بلس بي في اي باور ماينس اكس. تمام كده؟ تمام. انا مش عايزاك تحفظ الجدول، افهم انا بكونه ازاي او بفرضه ازاي. طب نرجع للمساله. انا عندي المساله ماينس 18 في اي باور 3 اكس، لما تيجي تقراها كده يبقى انا عندي رقم مضروب في اي باور 3 اكس، يبقى الواي بي افرضه ازاي؟ يبقى انا هفرضه ثابت اي في اي باور 3 اكس، اللي هي المعادله رقم 1 اللي عندي. طيب مش هو ده حل الايكويشن؟
طالما هو الحل يبقى انا باخده بعوض بيه في المعادله، بس المعادله فيها واي داش واي دبل داش، المعادله اللي انا عطيها لك في راس السؤال خالص. يبقى انا اجيب الواي داش واجيب الواي دبل داش، عندي الواي والواي داش والواي دبل داش، اخدهم اعوض بيهم في الاوريجينال ايكويشن اللي انا مديها لك، وابدا اقارن الطرفين. مين الثابت المجهول اللي عندي؟ A. يبقى انا عايز احسبه. احسبه ازاي؟ لو انا اخدت المعادله دي قسمتها على A باور 3 اكس و12 A تروح مع ماينس 12 A، يتبقى عندك ان 9 A بتساوي ماينس 18، تطلع ال A بتساوي كام؟ بماينس 2. كده انا حسبت ال A، يبقى ال Y بارتيكولر تطلع ايه؟ ماينس 2 A باور 3 اكس. انا خدت ال A عوضت في المعادله رقم 1، بقى عندي Y B. وحسبت انا في السلايد اللي فات ال Y H، يبقى تقول ال Y جنرال سوليوشن عباره عن ايه؟ مجموع الحلين مع بعض. ماشي يا جماعه؟ حل المساله بايدك للاخر، حل المساله بايدك للاخر، هي مساله واحده تفهمك الموضوع كله. تعالوا كده نشوف مثال تاني، وزي ما احنا متفقين كل المسائل هتتحل بنفس الطريقه، بس انا عندي بس في اكزامبل 6 هي يعني فكره جديده شويه. هنا في المثال بيقول لك فايند ذا جنرال سوليوشن، وادالك الديفرنشال ايكويشن واي دبل داش بلس 4 واي داش بلس 3 واي بيساوي 10 كوزين اكس. واحنا متفقين ان احنا لما نيجي نحل هنعمل ايه؟ هنقسم الحل لجزئين، جزء هنحل الهوموجينيوس بارت وجزء هنحل النون هوموجينيوس بارت، وفي الاخر بجمع الحلين مع بعض. طب الجزء الهوموجينيوس بعمل ايه؟ بشيل الطرف اليمين واحط مكانه زيرو، يبقى انا بحل واي دبل داش بلس 4 واي داش بلس 3 واي ايكوال زيرو. شيل الوايات واحط مكانها ام مرفوعه لدرجه التفاضل، يبقى انا عندي ام سكوير بلس 4 ام بلس 3 ايكوال زيرو، واعمل فاكتورايزيشن يطلع عندي الروتس ماينس 1 وماينس 3. الروتس دي ايه؟ ديستينكت روتس، يعني جذرين مختلفين. يبقى انا هعوض كده في الواي هوموجينيوس بتساوي ثابت في اي باور ام 1 اكس بلس ثابت في اي باور ام 2 اكس. بقى عندي هنا ام 1 بماينس 1 وام 2 بماينس 3، واعوض في الهوموجينيوس ايكويشن. كده انا حليت ايه؟ جبت الواي هوموجينيوس. تعالى بقى نشوف النون هوموجينيوس تتحسب ازاي. تعالى بقى نروح نجيب الجزء النون هوموجينيوس. انا هفرض الواي بي ازاي؟ احنا قلنا هفرضه على نفس صورة الطرف اليمين من غير ما تبص في الجدول. الطرف اليمين شكله ايه؟ 10 كوزاين اكس، يعني كونستانت مضروب في كوزاين اكس. يبقى لما تيجي تفرض الواي بي هفرضه ازاي؟ هضربه في كونستانت كوزاين بلس كونستانت في الساين، لان احنا متفقين ان سواء لقيت الساين لوحدها او الكوزاين لوحدها او لقيت الساين بلس كوزاين، يبقى انا بفرضها ثابت في كوزاين بلس ثابت في ساين بنفس الانجل. عندي كوزاين اكس تبقى كوزاين اكس وساين اكس. هجيب الواي داش واجيب الواي دبل داش، طبعا تفاضل الكوزاين بماينس ساين وتفاضل الساين بكوزاين. هجيب الواي والواي داش والواي دبل داش واروح اعوض في الاوريجينال ايكويشن اللي انا مديها لك، واي دبل داش بلس 4 واي داش بلس 3 واي ايكوال 10 كوزاين اكس. عوض بقى مكان الواي دبل داش بقيمتها والواي داش بقيمتها والواي بقيمتها، يدي لك المعادله الكبيره اللي قدامك دي، ماينس اي كوزاين ماينس بي ساين ماينس 4 اي ساين وهكذا. طيب انا هدفي ايه اصلا في الحل؟ ان الواي بي اللي انت فرضتها هو ده الحل، بس انا هدفي ان انا احسب قيمه الثوابت اي وبي. احسبهم ازاي؟ انا عندي كام ثابت مجهول؟ 2 اللي هما A و B. يبقى انا محتاجة اطلع معادلتين في مجهولين احلهم مع بعض. انا بطلع معادلات بتساوي عدد المجاهيل. طب المعادلة الكبيرة اللي انا عوضت فيها ده اطلع منها معادلتين ازاي؟ لو بصيت كده على كل الترمات هتلاقي ترمات فيها ساين اكس وترمات فيها كوزين اكس. يبقى انا هقارن معاملات الساين والكوزين في الطرفين. تعال نجيب الكوفيشنت بتاعت الساين. يعني ايه الكوفيشنت؟ يعني الرقم المضروب قدامه. الكوفيشنت اوف ساين اكس في الطرف الشمال، امشي معايا كده بكل ترمات الساين، يقابلنا ماينس بي ماينس 4 اي بلس 3 بي، يقوم يديلك 2 بي ماينس 4 اي. نروح للطرف اليمين، انا ما عنديش ساين في الطرف اليمين، يبقى الكوفيشنت بتاعه بكام؟ بزيرو. طب بنفس الطريقه هجيب الكوفيشنت اوف كوزين اكس في الطرف الشمال، عندي ماينس اي بلس 4 بي بلس 3 اي، والطرف اليمين الكوفيشنت بتاعت الكوزين بكام؟ ب 10. بقى عندي معادلتين في مجهولين اهم، احلهم مع بعض. حلهم بالكالكوليتر، حلهم بايدك، حلهم باي طريقه. ابسط طريقه خالص، انا عندي في المعادله الاولى ماينس 4 اي وفي الثانيه 2 اي. لو انا ضربت المعادله الثانيه في 2 بقى عندي تحت 4 اي وفوق ماينس 4 اي. اجمع المعادلتين مع بعض، احسب الاي تطلع بواحد، اعوض في اي واحده تطلع البي باتنين. كده انا حسبت الاي والبي. اطلع بقى على الواي بي اللي انت فارضها فوق، حط مكان الاي واحد وحط مكان البي اتنين، يبقى انا كده حسبت الواي بي. يبقى في الاخر اقول الواي جنرال سوليوشن عباره عن ايه؟ واي اتش بلس واي بي. هو ده نفس نمط المساله اللي هتجيلك في الامتحان، والمساله بيبقى عليها 6 درجات. ماشي يا جماعه؟ تقسم الحل لنصين، تجيب الواي اتش لوحده واجيب الواي بي لوحده، وفي الاخر اجمع الاثنين مع بعض.
تعالوا بقى نشوف المثال ده، والمثال ده مهم جدا جدا، في فكرة كويسة قوي، وانا في الحقيقة بحب اجيب الفكرة دي في الامتحان. بيقول لك وهتقابلك كتير قوي في الاساينمنت الفكرة دي. بيقول لك هنا هات لي الجنرال سوليوشن واداني ديفرنشال ايكويشن زي ما مكتوب قدامكم كده، تعالى بقى نحلها. احنا قلنا لما نيجي نحل هنقسم الحل لجزئين، جزء هجيب الهوموجينيوس بارت وجزء هجيب النون هوموجينيوس بارت. هوموجينيوس بارت معناها ان انا احط الطرف اليمين بزيرو، قلناها 100 مره قبل كده، يطلع معايا ام سكوير بلس 4 ان بلس 4 ايكوال زيرو، اعمل لها فاكتورايزيشن يطلع الاثنين روتس زي بعض ماينس 2. يبقى الحاله دي الحاله الثانيه في الهوموجينيوس، اللي هو ايه؟ لما يبقوا الجذرين مقررين يبقى انا بضرب الترم الثاني في اكس، عوض بس مكان الواي هوموجينيوس كده، هو مكان الام بماينس 2 يدي لك سي 1 اي باور ماينس 2 اكس بلس 2 اكس اي باور ماينس 2 اكس. حط الواي هوموجينيوس دي قدامك وتعالى نروح نشوف النون هوموجينيوس بارت، هو اللي فيه فكره. تعالى بقى نشوف النون هوموجينيوس بارت يتحل ازاي. هو ده اللي فيه فكره في المساله. احنا قلنا انا هفرض الواي بي على نفس صوره الطرف اليمين. الطرف اليمين في المعادله شكله ايه؟ 6 اي باور ماينس 2 اكس، يعني كونستانت في اي باور ماينس 2 اكس. يبقى بيولوجيك كده زي ما احنا بنفرض، بفرضه ازاي؟ هقول لت واي بي عباره عن اي في اي باور ماينس 2 اكس. قبل ما اجيب الواي داش والواي دبل داش، مش انا في الاخر بقول لك الواي جنرال سوليوشن عباره عن واي اتش بلس واي بي؟ ارجع كده للواي اتش هتلاقيها ثابت في اي باور ماينس 2 اكس بلس ثابت في اكس في اي باور ماينس 2 اكس. وانا قلت لك لما اجمع الحلين في الاخر ما ينفعش يبقى عندي حلول او حدود مكرره. لما احط هنا a في e باور ماينس 2 اكس وهناك c 1 في e باور ماينس 2 اكس، ما هو كده الترمات متكرره. واحد هيقول لي بس هنا a وهناك c 1، ما هو في الاخر اسمه كونستانت، كونستانت في e باور ماينس 2 اكس، عشان تبقى الترمات مش مكرره اقوم اضرب الواي بي في مين؟ في اكس، يقوم يديلك a في اكس في e، تروح تلاقيها برده ترم مكرر في الواي اتش، نقوم نضرب كمان في اكس، يبقى الواي بي a في اكس سكوير في e باور ماينس 2 اكس. يبقى انا ضربت في اكس سكوير ليه؟ لان انا لو ما حطيتهاش خالص هيبقى عندي ثابت في اي باور ماينس 2 اكس، ده ترم من الواي اتش. طب لو ضربت كمان في اكس يبقى هتلاقيها الترم الثاني في الواي اتش، اضرب في الاكس سكوير عشان يبقى ايه؟ ما عنديش ترمات مكرره ما بين الواي بي والواي اتش. هي دي الفكره بتاع المساله. بقيت الخطوات ثابته خالص ما فيش فيها مشكله. هجيب الواي داش اعتبرها حاصل ضرب دالتين، الاي اكس سكوير دي داله والاي باور ماينس 2 اكس دي داله ثانيه، وفاضل حاصل ضرب دالتين بثبت واحده وفاضل الثانيه، بلس اثبت الثانيه وفاضل الاولى. ونفس الطريقه هجيب الواي دبل داش واخد الواي والواي داش والواي دبل داش واعوض في المعادله الاصليه. تمام، حل الكلام ده بايدك كويس. يديني معادله كبيره جدا. انا عندي كام ثابت مجهول عايز احسبه؟ هو ثابت واحد بس اللي هو الاي. يبقى لما تيجي تقارن تجيب لي الكوفيشنت هجيب معادله واحده بس. طب انت لو بصيت للطرف الشمال هتلاقي ترمات فيها كونستانت في الاي باور ماينس 2 اكس، وترمات فيها كونستانت في الاكس، وترمات فيها كونستانت في اكس سكوير، اقارن مين فيهم؟ اللي بيحدد لك الطرف اليمين. الطرف اليمين شكله ايه؟ كونستانت في اي باور ماينس 2 اكس. يبقى انا بقارن معاملات اي باور ماينس 2 اكس في الطرفين. الترمات اللي فيها اكس ماليش دعوه بيها، الترمات اللي فيها اكس سكوير ماليش دعوه بيها. يطلع معاك هنا اهو 2 اي ايكوال 6، يبقى ال 2 اي ايكوال 6 الاي تطلع بكام؟ ب 3. الاي تطلع ب 3، اطلع اعوض في الواي بي واقول له في الاخر الواي جنرال سوليوشن عباره عن واي ايه؟ واي اتش بلس واي بي. تمام كده؟ بعد ما خلصنا يا جماعه الثلاثه اكزامبلز اللي احنا قلناهم في المحاضره دول، اللي هو النون هوموجينيوس، دول يعتبروا يفهموا لك الموضوع كله. هتروح تحل الاسايمنت، هو فيه حوالي 7 8 9 مسائل. باشمهندس فاطمه هتحل جزء وانتوا هتحلوا جزء تاني، بس تركز لي كويس قوي على المسالتين اللي قدامك دول، لان واحده فيهم ثيرد اوردر وواحده فيهم فورس اوردر. مسالتين حلوين جدا جدا، يا ريت تحلوهم. واذا حاجه واقفه معاكم فيهم ابعتوا لنا بس كده على الجروب بتاع الواتس اللي احنا عاملينه، وان شاء الله يعني احلها لكم حتى شرح فيديو كده بسيط وابعته لكم على الجروب ان شاء الله. ماشي يا جماعه.